خلينا نعرف دلوقتي هيئة الأرصاد بتتوقع إيه النهاردة للطقس. الطقس النهاردة هيكون فيه ارتفاع في درجات الحرارة في القاهرة الكبرى، وهيكون معانا درجة الحرارة ممكن توصل النهاردة ل 39 درجة. إجمالا الجو هيكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، وهيكون معتدل ليلا على كافة الأنحاء. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليكي دكتورة منار، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير على حضرتك استاذه منى، واهلا وسهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين. دكتوره منار، عايزين نعرف النهارده، يعني احنا عرفنا بالفعل ان الجو النهارده شديد الحراره، طمنينا كده الامور هتستقر بعدها ولا الموجه دي هتستمر معانا اكتر من يوم؟ هو طبعا احنا في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره على كافه انحاء الجمهوريه، ده هيستمر معانا ال 72 ساعه القادمه، يعني من اليوم الى يوم الخميس القادم. متوسط درجات الحراره على القاهره الكبرى الثلاث ايام الجايين هيكون ما بين ال 38 وال 39 درجه مئويه. احنا طبعا بنتاثر بكتل هوائيه جنوبيه قادمه من الصحراء الغربيه، مع كمان امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، هيعملوا على ارتفاع درجات الحراره الملحوظ. والطقس بالفعل خلال فتره النهار هيكون في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، واحساسنا بيه هيكون شديد الحراره على كافه انحاء الجمهوريه خلال فتره النهار. خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس ايضا في ارتفاع في درجات الحراره عن الايام الماضيه. متوسط درجات الحراره على القاهره الكبرى هتكون ما بين ال 20 وال 22 درجه مئويه خلال فتره الليل. الطقس هيكون معتدل الحراره على اغلب انحاء الجمهوريه خلال فترات الليل، مع وجود كمان اتربه عالقه خلال فتره النهار في سماء القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، السواحل الشماليه للبلاد، ايضا كمان محافظات شمال الصعيد. الاتربه العالقه دي بتبقى خلال فتره النهار على مدار اليوم، وبتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه احيانا. احنا طبعا بنقول كمان اليوم في نشاط للرياح على مناطق من اقصى غرب البلاد زي مطروح والسلوم، وهيكون نشاط الرياح ده قد يكون مثير لبعض الرمال والاتربه. الاجواء دي هتستمر معانا اليوم الخميس زي ما بنقول، ارتفاعات ملحوظه جدا في درجات الحراره واجواء شديده الحراره. لكن طبعا نطمن الساده المشاهدين ان نسب الرطوبه في الكتل الهوائيه منخفض، لان معظمها قادمه من على الصحراء، فطبعا هيكون احساسنا بدرجات الحراره مش مرتفع زي فصل الصيف طبعا. وكمان نحاول بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس. ارتفاع درجات الحراره هتستمر اليوم الخميس، وان شاء الله من يوم الجمعه القادمه هنكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره على اغلب مناطق الجمهوريه، سواحلنا الشماليه، القاهره الكبرى، حتى شمال الصعيد. هيبقى جنوب الصعيد درجات الحراره عليه مرتفعه، يعني احنا متوقع ان هي تنخفض يوم الجمعه بحوالي 8 درجات او 6 ل 8 درجات، هتوصل تاني ل 32 درجه على القاهره الكبرى، وهيعود تاني نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحراره خلال فتره النهار وفتره الليل. دكتورة منار، سؤال لستات البيوت، نطلع الشتوي بقى وندز الصيفي خلاص ولا ايه؟ هو احنا لسه شويه خلال فترات الليل الاجواء ما زالت بارده، ما زالت درجات الحراره منخفضه، خاصه مع الانخفاض اللي هيحصل خلال نهايه هذا الاسبوع بدايه الاسبوع المقبل. درجات الحراره تنخفض، هتوصل ما بين ال 15 وال 16 على القاهره الكبرى خلال فترات الليل. فاحنا لسه خلال فترات الليل محافظين على الملابس الشتويه على الاقل الخفيفه، حتى لو احنا خففنا ملابسنا يبقى دايما معانا جاكيت نرتديه لما نحس بانخفاض درجات الحراره. لكن موجات شديده البروده زي الفتره اللي فاتت لا خلاص مش هيبقى فيه؟ لا خلاص، ما فيش موجات شديده البروده خالص خلال فتره النهار او فتره الليل، لكن الاجواء خلال فترات الليل يعني هتكون بارده خلال فترات الليل في الايام القادمه، خاصه بعد يوم الجمعه. فاحنا يعني نقدر نقول ان احنا بعد اعياد شم نسيم نقدر بقى نخفف ملابسنا خالص، نبتدي الملابس نقول الصيفيه، لكن الى الان لسه احنا يعني مخففين ملابسنا خلال فتره النهار، خلال فترات الليل محافظين على الملابس على الاقل الشتويه الخفيفه. كل الشكر ليكي دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. مشاهدينا، خلينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبتديها من القاهره اللي العظمى فيها 39 والصغرى 22، الاسكندريه 36-20، مطروح 37-20، سيوه 37-22، بورسعيد 35-20، دمياط 35-20، الاسماعيليه 40-19، والسويس 31-19. العريش العظمى فيها 31 والصغرى 19، طابه 36-20، كاترين 30-19، شرم الشيخ 35-24، الغردقه 34-23، الفيوم 40-20، بني سويف 40-20، والمنيا 39-21.
أسيوط العظمى فيها 40 والصغرى 20، سوهاج 42 درجة والصغرى 22، قنا 41 22، الأقصر 42 23، أسوان 41 24، الوادي الجديد 42 24، شلاتين 35 19، أما حلايب العظمى فيها 33 والصغرى 20. وبكده نقول إن النهارده طبعًا هيكون الجو شديد الحرارة، ربنا يحفظكم، نحاول نبقى موجودين أكتر وقت ممكن في الظل، إن شاء الله ربنا يهون علينا اليوم ويعدي بسلام وسلامة. نرجع دلوقتي لشاذي وهدير نبتدي معاهم ونكمل فقراتنا، اتفضل يا شاذي واتفضل يا هدير. شكرًا ليك يا منى. شكرًا ليك يا منى.